فنان عبد الواحد رئيس مجموعة الحرار شان. شكرا للأخت مريم. شكرا للأخت مريم بارك الله فيك، وشكرا على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، وشكرا للجمهور الرائع الغزال. شكرا. أهلا بك. بن سعيد، كنشوفوا انه اوركسترا بن سعيد صبحت مؤخرا كتحقق واحد الانتشار واسع، استطاعت انها تبصم الاسم ديالها في الساحه الفنيه وخصوصا في مدينه الرباط. شنو سر هذا الانتشار السريع ديال الاوركسترا ديالكم؟ اول حاجه الاخت مريم، الانتشار جاء عن جد واستحقاق من الفرقه الموسيقيه على حسب الطلبات ديال الجمهور الكريم. ولينا كنديروا هذا لو شو هذا ديال لو تيمبال، هذا سبيكتاكل ولا جديد عندنا، كنوضعوه رهنا اشاره للجمهور المغربي، والجمهور المغربي دائما كيبقى له الكلمه الاولى والاخيره. فعلا مجموعه ديال الاخوان شجعوني لهذه المساله هذه. نعم. ولينا كنديروا هذا لو شو ديال لي سبيكتاكل ديال المكحل، تبريضه في العرس ولا اوبليجي انك ديرها في العرس المغربي، وهذا لو شو ديال لو تيمبال، يعني العروسه خصك توجديها كل ما كتستحق هذه الليله هذه. تفرحها وتعطيها واحد ليله كبيره عندها، هو هذا السبيكتاكل ديال العروسه. نعم، شكرا لك بن سعيد. عبد الواحد، انتم كتقدموا مجموعه من اللوحات الراقصه، واش هي من تراثنا المغربي الجميل ولا من ابداعكم انتم كمجموعه الحرارشه؟ لا استاذه مريم، لانه الرقصات كيف ما شفتوا اللوحه الجميله شيء مروج، كيف ما قلت ديجا لانه شي حاجه مروجه، ماشي كيف ما كيقولوا ما تجيش وتركب على العود اللي ما كنتيش علام. يعني هي شي حاجه مروجه، عقلنا احنا على جدودنا كانوا كيمارسوها. يعني هي شي حاجه مروجه، ما خلطناش ودخلنا لها، شي حاجه كتجري في الدم. لانه فن الحرارشه اللي هو قليل اللي كيعرفوا، والحمد لله راه بدا كيبان. شي حاجه كتجري في دم، احنا نهار عقلنا لقينا راسنا كان كيف ماشي كيضرب بنديه شي كيضرب قاعده. المهم بنادم صغير هو شويه بشويه تكون هذه المجموعه كيف ما شفتوا. نعم، والحمد لله انتم كشباب محافظين على هذا الموروث الثقافي، تبارك الله عليكم. شكرا استاذه مريم، ربي يخليك. بن سعيد، جمهور نجوم الاولى والجمهور المغربي كله غادي يكونوا عرسان عندنا الليله. انت قلتي انه كتعمل واحد لو شو جميل في الاعراس، بغيناك تعمل لنا هذا لو شو في بلاطو نجوم الاولى الليله ان شاء الله. تفضل معنا بن سعيد. شكرا. جيبوها جيبوا البيضاوية يا العرب.
رجعنا نارو حبيبي. We'll be right back.
شعورك حمقتي ويلي ويلي
تبارك الله عليك بن سعيد، شو جميل ولوحة جميلة قدمتي لنا، تبارك الله عليك. بارك الله فيك بن سعيد. مؤخرا صبحنا كنشوفوك حاضر بشكل قوي في عدد من الأعمال الخيرية والاجتماعية اللي كتنظم سواء في الرباط تمارا أو خارج هذه المناطق. حدثنا على هذا الحضور القوي ديالك في العمل الجمعوي. هذا واجب على أي فنان أنه يقوم بهذه الأعمال الخيرية. نعم. اللي كتقام على صعيد المملكة المغربية. أي طلب إلا وكنقولوا مرحبا، أوركسترا بن سعيد فتح الباب ديالها للجميع، مرحبا بهم. نعم تبارك الله عليك بن سعيد، شكرا لك. سي عبد الواحد، الفن ديال الحرارشة معروف في شيشاوة، جا من مدينة شيشاوة، لكن انتم كشباب استطعتوا انكم تسوقوا هذا الفن وتنشروا في جميع ربوع المملكة. هذا الشيء بطبيعة الحال غادي يكون بمجهود كبير اللي كتقوموا به انتم. بالطبع بالطبع اخت مريم، لانه مجهود كبير كنقوموا به. اولا لانه فن الحرارشة بان عبر التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي اول حاجة. ثانيا كاينين سهرات حفلات ومن بينهم سهرات نجوم الاولى اللي كان عطيها جيل السكر، انه يعني كتعطي واحد الفرصه بحال الشباب شي حاجه اللي هي غابره كتبينها. ثاني حاجه كاين كيف ما قلت كاينين مهرجانات، كاينين يعني حنا الحمد لله باقيين شاقين طريقنا، لانه تنوصلوا يعني يبان انه الحراشه في ماس كيعرفوا الحراشه، يعني كلشي غيولي يعرف الحراشه الحمد لله.